السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم شهيوات بنت أم جاد. اليوم غنقدم لكم إن شاء الله وصفة جديدة، تشيز كيك أوريو. كنحتاجو المقادير، عندنا 28 حبة ديال أوريو، وعندنا جبن جبلي، وعندنا 400 غرام ديال الكريم شانتي. إن شاء الله غادي نطلع لا كريم، ومن بعد غادي نزيد عليه الجبن، وغنحيد القلب ديال الاوريو، غنحيد ليه القلب ديالو، ومن بعد نوريكم شنو غندير ان شاء الله. غنشدو دابا جبلي وغنزيدو عليه 3 لعواشق ديال السنيده اللي كتشوفوا، وهاد الاوريو راهني حيدت ليه القلب ديالو، يعني الشوكولات ديالو ما غاديش تستعملو دابا. وغادي ندير 80 زبده، غادي نذوبها وغادي نهرس اوريو ونوريكم كيفاش درت ليه. وهنا ان شاء الله نمشي ندرب هادو، راني طلعت لاموس ديال لاكريم كي كتشوفوا اخواتي. غنهرس اوريو بهذه الطريقه، ومن بعد غنبغي ندير ليه الزبده، غادي نوريه لكم ان شاء الله. ها هو كي كتشوفوا، ها هو اللي طحنته مزيان. غنزيد عليه دابا 80 غرام ديال الزبده، راني ذوبتها، غنزيد عليه وغادي نجمعو ان شاء الله، وغنزيد عليه معلقه ديال الكونفيتور ديال عيشه. كي كتشوفوا فوالا، هنا دريسيتو مزيان في المول، ضغطت عليه مزيان بسباتولا، ودابا غندخلو ان شاء الله يبرد ونكملو الكريمه. فوالا انا طلعت لا كريم شونتي، وهنايا دربت جبن جبلي مع 3 لعواشق كبار ديال السنيده. دابا غادي ندمجهم مع بعضياتهم ان شاء الله، ونخويهم فوق من نسكبهم فوق من البيمو ديال اوريو، ومن بعد ندخلهم للفريغو ان شاء الله. ها هي الكريمه اصبحت واجده، اللي خلط ما بين الجبن جبلي والسكر ولا كريم شونتي. دابا غنخويها ان شاء الله فوق الطبقه الثانيه الاولى وندخلهم الفريغو ان شاء الله، يبقى التزيين على كل واحد حسب الرغبه ديالو. هذا هو طبق المرحله الاخيره، دابا صافي غندخلها ان شاء الله الفريغو.